أعلنت شركة آيكوم اليابانية أنها تحقق فيما إذا كان أي من أجهزة الإرسال اللاسلكية التي انفجرت في لبنان يوم الأربعاء من تصنيعها. وقالت الشركة إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت شحنت منتجا لاسلكيا مرتبطا بانفجارات لبنان، مضيفة إن منتجاتها المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية، وأن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنين أوقفت أيضا. من طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام، فسر لنا أكثر عما أعلنته شركة آيكوم اليابانية وفسرته عن ارتباطها بهذه الأجهزة التي انفجرت في لبنان يوم أمس. نعم، شركة آيكوم اليابانية ذكرت في تقريرها أو ذكرت في تصريحها الذي أصدرته اليوم أن الأجهزة التي استخدمت في لبنان التي فجرت في لبنان لا يمكنها التحقق من مدى أن هذه الأجهزة أصلية أم لا، باعتبار أن أجهزتها تصنع محليا ولا يوجد أي مصنع لها في الخارج على وفق ما ذكرت الشركة، لأن المصنع مصنع موجود في محافظة واكاياما ومقر الشركة في أوساكا، وبالتالي هي تقول إن كل الإنتاج، كافة إنتاجات الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الراديو، هي متخصصة في النظم اللاسلكية، تقول إنها كلها تصنع وفق إجراءات صارمة ووفق إجراءات تتماشى مع أمن الأجهزة في حد ذاتها. كذلك البطاريات تنتجها الشركات وكلها تباع في الخارج فقط عبر وكلاء الشركة ولا تباع بطرق أخرى. الشيء الآخر، ذكرت الشركة أنها تضع ملصقات ثلاثية الأبعاد أو ما يقال لها الهولوغرام، الصور الفراغية، على أجهزتها الأصلية، وبالتالي لم تتحقق من وجود هذه الملصقات الفراغية موجودة على الأجهزة التي نشرت في التقارير الواردة من لبنان. أيضا الشركة أكدت أن هذا المنتج بالتحديد توقف إنتاجه منذ 10 سنوات، أنتج من عام 2004 إلى عام 2014، وكانت هذه الفترة التي ينتج فيها هذا النوع من الأجهزة ويتم تصديرها. بالتأكيد ذكرت أنها صدرت إلى دول عديدة من بينها دول في الشرق الأوسط، ولكنها تنفي صلتها بما هو، لا تؤكد أن هذه الأجهزة التي انفجرت في بيروت هي أجهزتها، وتقول أنها لا تستطيع التحقق من ذلك ما لم توجد الملصقات الفراغية على هذه الأجهزة. شكرا على هذه الإحاطة، هشام الرجباني من طوكيو.